تطور ملحوظ شهده الاقتصاد الوطني بفضل رزمة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة. مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعرب عن ارتياحه بخصوص هذه الإصلاحات. اليوم شفنا أنه كانت منتوجات يعني عندها 3 سنين 4 سنين كنا يعني نستوردوها، اليوم شفناها اليوم مصنعة في الجزائر، ولكن لازم نمشي لمرحلة أخرى، المرحلة أنه المواد أولية كذلك لازم نوليو نصنعوها، كذلك يعني الإدماج لو طو دانتيغراسيون يفودرا لي فير يعني أوغمونتي لو طو، وهذا يعني لازم يكون فيه تساجم بين حتى المتعم الاقتصاديين اللي راهم هنا اليوم. بالك ثاني سي ثاني سباس دو رونكونتر، كاين متعم اقتصاديين بالك ما على بالوش بلي جارو ينجم يعني كان مواد اوليه ينجم يشريها من عنده، و سي جوستومون لوبجيكتيف. مجمع إيريس أحد المستفيدين من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الجادين، فكيف يرى المجمع مستقبل الاستثمار؟ أنا بالنسبة لنا الرؤية تاعنا يعني هي رؤية تفاؤلية بالنسبة للاستثمار في الجزائر، والجزائر يعني كبلد قارة هو عبارة عن تربة خصبة للاستثمار، والدليل على ذلك هو أنه جميع الاستثمارات اللي دارت في الجزائر آلت إلى النجاح، وهذا الشيء اللي شجعنا احنا أننا نستثمر يعني بطريقة يعني مستمرة وبطريقة دائمة. اليوم الحمد لله الجزائر انتقلت من مرحلة وين كانت بلد مستورد إلى مرحلة اللي الحمد لله نسبة التصنيع فيها راهي كل يوم تزيد، ونسبة الاستثمار فيها كل يوم تزيد، سواء في الصناعة ولا في مجالات أخرى من بينها يعني السياحة ولا الفلاحة. صيدان إحدى أكبر الشركات العمومية التي استفادت من دعم الحكومة فعرفت طفرة نوعية. أول واحد يدير أوبيراتور في الجزائر لا ماتيغ بوميير يعني مواد أولية تاع الدواء، حنا أول واحد نديرها في الجزائر، ورايحين نديروا المصانع، مصانعنا بمقاييس عالمية يعني USFDA في 5 مصانع للمواد الأولية. إذن كل المؤشرات تدل على انتعاش المشهد الاقتصادي في بلادنا، انتعاش سيستمر لسنوات.